القصة اللي غنشوفو اليوم كتحبس الأنفاس وصادمة لواحد الدرجة كبيرة. أسولك واحد السؤال، شنو هي العائلة بالنسبة لك؟ أغلبكم غتفقوا على أن العائلة هي عبارة عن سند ومصدر الحماية، وهي الملاذ الآمن لنا كاملين. مع العائلة كتحس أكثر بالأمان، خصوصا الوالدين اللي الفطرة ديالهم هي الدفاع على ولادهم بأي ثمن، ياك؟ وخليني نقول لك أن في هذه القصة كاع الموازين غادي تقلب، وغتشوفوا واحد النوع خاص من العائلات وانتم غتعرفوا علاش. هاي معكم امين من القناه ديال طونيك. الا كنتي فان ديال هذا النوع من القصص فرجيتي المكان المناسب. يشرفني انك تهبط تخلي واحد سبسكرايب لتحت، ولا عجبك الفيديو خلينا لايك. القصه ديالنا كتبدا مع واحد البنت اللي سميتها شانان واتس. هاد البنت كان عندها واحد المرض في المناعه ديالها اللي سميتو الذئبه الحمراء، اللي ممكن نبسطوه بان الجسم ديالك كيحارب راسو. شانان بطبيعه الحال ما كانش عندها الوقت لهادشي ديال الحب والغرام، ولكن واحد السيد سميتو كريس كان ديما واقف معاها وكيمشي معاها للعمليات اللي كانت كدير، كان هو السند ديالها. فنبت بيناتهم واحد الحب اللي غيخليهم في الاخر يتزوجوا. Then I met Chris. I was in a really 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 bad place and I got a friend request from Chris on Facebook and I was like, "Oh, what the heck? I'm never going to meet him." Except one thing led to another and 8 years later, we have 2 kids. We live in Colorado and he's the best thing that has ever happened to me. من مورا الزواج شينين كتلقى راسها تزوجات براجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كريس كان قلبه كبير وحنين وكيحترم مرته وكيقدرها، حنينة البنات. وفي المقابل شينين كانت من داك النوع اللي شخصيتها قوية وبحال بغيتي تقول لي كتحكم في العائلة وكتفرض شخصيتها على راجلها، ولكن في النهاية كانوا زوجين مرتاحين في حياتهم ما خاصهم تا خير. كريس كان خدام في واحد الشركة كبيرة ديال النفط، والزوجة ديالو كانت خدامة في مجال التسويق ولا الماركتينغ. مورا مدة زمنية الله غير رزقهم بجوج ديال البنيات وغادي يشريو واحد الدار وغادي يستقروا فيها. شوية شانان غادي تولي مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص في فيسبوك. باقي شي واحد كيخدم في فيسبوك. Star of the digital stage. I am so excited. I'm thriving with you. I am confident. I am determined and I'm successful. Kenny, we're going to Toronto in June. You guys have an amazing day. Bye. See my hat? I loved it. Next is Shanann. That's her husband, Chris. And he's the best thing that has ever happened to me. Like my mug? Oh my gosh, this is so good. The fire. وفي عام 2018 غتكتمل الفرحة ديال هاد العائلة الصغيرة فاش غادي تحمل شانان مرة أخرى، وهاد المرة بولد. Other baby is on the way. I got a doctor appointment in 2 hours. I know. Boy, boy. Chris wants a boy. I hope it's a boy for him. It'll make him happy. That's just the test. I know. As luck would have it, it's a boy. نتوما عارفين أن أي حاجة زوينة كتكون كتبارطاجا في الإنترنت، فطبيعة الحال غادي يبانو الهيترز والحاقدين واللي غيبغيو يدمروها. في هذه الحالة الهيترز كانوا حاقدين على الزواج ديال شينان وكريس اللي كيبان بيرفكت من برا، وكانوا باغيين يدمروه بأي طريقة، وكانوا حافرين ليهم حفرة. وفي تاريخ 13 أغسطس 2018 شينان كانت مسافرة في رحلة عمل، دوزات الرحلة ديالها ورجعت في الطيارة للمطار، فدازت عندها صاحبتها نيكول بالطوموبيل بغات تهزها وتوصلها للدار. هاد نيكول كانت هي صاحبتها الروح بالروح، ما كيتفارقوش هي وياها. مقاطع كاميرات المراقبة أكدت أن شينان وصلت للدار مع الوحدة ونص الليل، وحيت نيكول صاحبتها الروح بالروح كانت عارفة أن عندها موعد مع الطبيب مع 9:30 الصباح. داكشي باش في الصباح بدات كتعيط ليها باش زعما تدوز عندها وتهزها وديها عند الطبيب. كتعيط وكتعاود وشينان ما كتجاوبش. ديك الساعة نيكول هزات طوموبيلتها ومشات لعندها للدار كتدق عليها باش تخرج. فجأة كتلقى البيبان كاملين مقفولين، الطوموبيل ديال شينان كاينة قدام الدار ولكن حتى حد ما كيجاوب، يعني كاينة شي حاجة ماشي هي. نيكول كانت عارفة الكود ديال الباب ديال الدار، دارت الكود اللي عارفه هي، ما كيتحلش الباب، يعني شي واحد بدل الكود ديال الباب. ديك الساعه نيكول عيطات للطوارئ. Hi Cece, my name's Nicole and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. She's 15 weeks pregnant and she wasn't feeling well over the weekend and I have called and texted. I've come to her house, she's not answering the door, she's not responding to text messages, phone calls, I've had other friends reach out to her, none of us can get her to respond to us. طبعا راجل شينان اللي هو كريس كان خدام، فعيطات ليه نيكول في التليفون وكتقول لي اجي راه مرتك ما كتجاوبناش، كندقوا عليها كنعيطوا عليها وراها ما كتجاوبش. ديك الساعة بدا كيعيط لكاع صحاباتها وكيسولهم عليها وحتى شي وحده ما عارفه فين كاين. وفي هذا الوقت وصلوا البوليس لباب الدار، فاش كيقتحموا الباب كيتصدموا ان ما كاين حتى شي واحد والدار خاويه، والاغرب ان حتى بناتها بجوج ما كاينينش. وماشي غير هادشي، حتى البطانيات ديال البنات باش كيتغطاو ما كاينينش، ولقاو التليفون ديال شينان كاين ومحطوط فوق الطبله. يعني هنا بانت الفرضيه ديال ان شينان خرجت من الدار مرغمه وبزز منها ماشي بالاراده ديالها. واكثر من هادشي عقلتوا فاش قلت لكم ان السيده مريضه بالذئبه الحمراء، يعني كيخصها تاخذ الدوايات ديالها كل نهار. فاش دخلوا البوليس للدار كيلقاو حتى البواطات ديال الدواء ديالها كاينين وما تهزوش.
زوج. ونيكول قالت للبوليس ان السيده راه ما كتحركش من الدار الا ما هزاتش الدواء ديالها. اذا كاينين جوج ديال الفرضيات. الفرضيه الاولى هي ان شينان خرجت من الدار بزز منها. الفرضيه الثانيه هي ان شينان خرجت من الدار بالاراده ديالها ولكن لشي غرض مستعجل لدرجه انها تخلي الدواء ديالها والتليفون في الدار. والغريب ان شينان ما كانوش عندها اعداء، وحتى لو فرضا شي واحد خطفها فخصو يعيط ويطلب الفديه، وهذا الشيء اللي ما وقعش. المهم الام ديال شينان رفضت تماما وبشكل قاطع ان بنتها تبان في الاعلام ويهضروا عليها في وسائل الاعلام، ولكن راجلها كريس اصر على انه يبان في وسائل الاعلام ويدير مقابلات مع هذه الوسائل باش زعما يعاون في انهم يقدروا يلقاو مرته وبناته. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart, because if they are safe they're coming back, but if they're not, this has got to stop. Like somebody has to come forward. So we're all Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. هاد المقابله اللي دازت في التلفازه خلات واحد البنت سميتها نيكول، ماشي نيكول صاحب شينان، هذه واحد نيكول واحده اخرى، تعيط للبوليس وتعطيهم واحد المعلومات خطيره. قالت لهم ان هاد نيكول في علاقه سريه مع كريس، وقالت لهم انه خدام معاه في الشركه ولكن ما كيديرش الخاتم ديال الزواج. قالت لهم انها عارفه انه مزوج ولكن كيقول لها انه راه كيدير اجراءات ديال الطلاق وغيطلق قريب. الشهاده الغريبه ديال هاد البنت خلات البوليس يحطوا كريس ويكلاسيوه مع اللائحه ديال المشتبه فيهم، ولهذا السبب كريس ما كانش عنده مشكل انه يدير الاختبار ديال البوليغراف. هاد البوليغراف هو جهاز ديال كشف الكذب، والدقه ديالو كيقولوا انها كتوصل ل 99%، وكيخدموه بزاف في المحاكم الامريكيه ولكن بالموافقه ديال الشخص اللي غادي يدير ليه الاختبار. فقبل ما يدير الاختبار قالت ليه المحققه شوف انت دابا الوحيد اللي عارف الحقيقه، ومن مورا ما دير هاد التيست العالم كامل غيولي عارف الحقيقه، فلكنتي بصح متورط بالاختفاء ديال مرتك وبناتك، فاسمح لي ولكن هذا غيكون اغبى قرار اتخذتيه في حياتك انه زعما وافق يدير التيست. When did that start? So when the 5 weeks that we were like when she was in North Carolina and I was back here. مور عده اسئله كريس غينكر كاع الموضوع وبدا كيحلف وكيقول لهم والله ما عندي شي علاقه بهذا الشيء. ويتقاطعوا المحققه وقالت ليه شوف حنا ما محتاجينش اصلا هذا الجهاز ديال كشف الكذب لاننا عارفين انك كتكذب. وجبدات ليه الموضوع ديال العشيقه ديالو نيكول. ديك الساعه كريس تخرمق وتصدم وبدا كيبكي وينهار، وانتم عارفين المحققين كيكونوا عندهم دي تكنيك اللي ناضين باش كيجبدوا الهضره من الواحد. فملي خلات المحققه ينهار دارت معاه ديك التكنيك ديال القاء اللوم على شخص اخر او الحل البديل، وهذه طريقه باش كتعطي للمتهم واحد الامل واخا يكون امل كاذب اللي كيخليه يتمسك به ويقول داكشي اللي كاين. فشنو قالت ليه المحققه؟ قالت ليه شوف انا عارفه الزوجه ديالك هي اللي قتلت بناتك، وانت بطبيعه الحال قتلتيها ودابا كتغطي، وهذه الفرضيه ممكن تكون صحيحه، يعني ممكن ان شينان تكون هي اللي قتلت بناتها وكريس قتل شينان. فهنا المحققين شنو غيديروا؟ مورا السيد منهار وعطاوه ذاك الامل الكاذب، غيجيبوا ليه واحد الشخص اللي قريب ليه واللي يقدر يفتح ليه قلبه واللي هو باه. فجابوا باه ودخلوه معاه لغرفه التحقيق. شوفوا هذا الفيديو. She heard him. Yeah. And then I was yelling at her. Come on now. Ask about her. Your girl. Did they leave after that for a long time? I didn't hear anything. And then when I was downstairs, they came back up and they were gone. Back upstairs and she was never. I can see like she was not. Want to choke her or did she kill her? Never. They're blue. Both of them. Yes. She choked both of them to death. I freaked out when she hit me. كما سمعتوا شينان ما تقبلاتش الخبر ديال ان راجلها باغي يطلقها، فشنو دارت؟ مشات لبيت بناتها وقتلاتهم بدم بارد. واللي كيكد الروايه ديالو هو انه دفن مرتو في الارض وبناته بجوج لاحوا في واحد الخزان ديال النفط في الشركه اللي خدام فيها. ولكن بيني وبينكم جاتكم منطقيه هذه الروايه؟ ان مرتو قتلات بناته بجوج غير حتى هو باغي يطلق منها، فمن يجي يلقى ان مرتو قتلات ليه بناته بجوج غادي يقتلها حتى هي ويدفنهم كاملين. الا كانت هي اللي قاتله وقتلت ليه بناته ماشي من المنطقي انه يعيط للبوليس. هاد التساؤلات اللي بقاو كيحوموا في وسط الراي العام حتى لمورا شهرين من الجريمه. وفي المحاكمه فاش كريس غيصدم كلشي، قال انه كان باغي يبدا حياته من الصفر مع صاحبته الجديده نيكول،
والطريقه باش يدير هادشي اولا هي يتخلص من الحياه ديالو القديمه باش بانه يقتلهم كاملين ويصفيها لهم ويبدا من الصفر. فداكشي علاش نهار كان الشيني راجع للدار من السفر ديال هادي العمل كان كنيس في الدار وجد ليها الماكله ويدير ليها السم في الماكله كلات داكشي وهي تموت. فشدها هي وبناتها دفنها هي في الدار وبناتو داهم ولاحوا في ذاك الخزان ديال النفط كما قلنا، وتا الطريقة باش قتلهم واحد الطريقة قمة في الوحشية. المهم تحكم على كريس بالسجن مدى الحياة وبدون إمكانية الصراح المشروط، وغير بسبب الاعترافات ديالو والتعاون ديالو مع المصالح القضائية ما حكموش عليه بالإعدام. السيد راه قاتل مرتو شينان والجنين اللي كان في كرشها وجوج ديال بناتو، قاتل أربعة ديال النفوس. أنا شخصيا اللغز اللي حيرني في هذه القضية هو نيكول العشيقة ديال كريس، راه ما يمكنش ما تكونش عندها شي علاقة مباشرة ولا غير مباشرة بالمقتل ديال هاد الناس، وكاينين بعض الأدلة اللي قلبت عليهم واللي كيأكدوا هادشي اللي أنايا كنقول. وبطبيعة الحال هاد الأدلة اللي غنقول لكم راهم ما كيدينوش نيكول، لأنهم كانوا كيدينوها كون شدوها البوليس ودخلوها للحبس تاعيها. It's the dramatic moment cops confront Chris Watts' mistress after he murdered his pregnant wife and two daughters to start a new life with her. The just released video shows 30-year-old Nicole Kessinger being interrogated. Did you ever say anything to him about like never anything about his kids being a problem, anything about his wife being a problem? Never. الدليل الاول هو انها قبل ما تمشي عند البوليس وتعلمهم انها راه في علاقه سريه مع كريس مسحات كاع المحادثات اللي بينها وبين كريس وكاع المكالمات ومسحات حتى نمرته، ولقاو في السيرش هيستوري ديالها في جوجل هل تستطيع الشرطه رد المحادثات المحذوفه، يعني هذا الشيء يبين لكم انها كانت مخبيه شي حاجه اللي الى يومنا هذا ما عارفينهاش. حاجة أخرى هي ذاك السم اللي عطى كريس لشينان سميته أوكسيكودن، وفاش البوليس سولو كريس على هاد السم ولا هاد الدواء منين شراه قال لهم لا ما بغيتش نصرح. وأون فوا تحكم على كريس نيكول غتمشي غتبدل سميتها وكنيتها وغتبدل الشكل ديالها وغتخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال خلاوها لأنه ما كاينش شي أدلة اللي كيدينوها. أنا مستعد نقتل على ودك، كنسمعو بزاف هاد الجملة ولكن ما عمرني صراحة تخيلت أن الحب يخلي الواحد يتعمى لدرجة أنه يقتل أقرب المقربين غير باش يكون مع واحد الشخص آخر. قولي نتوما واش بان لكم أن كريس هو المتهم الوحيد في هاد القضية وهو اللي كيتحمل كامل المسؤولية ولا أن نيكول عندها يد في هادشي بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ نتسنى الأجوبة ديالكم في الكومنتس. الفيديو ديال اليوم سالا، نشوفكم في الفيديو الجاي.